السلام عليكم. ان شاء الله هناخد النهارده في المحاضره الكارديو فاسكولار سيستم، يعني الجهاز الدوري. اول حاجه هناخدها في الكارديو فاسكولار سيستم هي هنعرف اهميه او الفانكشن اوف كارديو فاسكولار سيستم، الجهاز الدوري اهميته ايه. عندنا الكارديو فاسكولار سيستم بيكون من الهارت، القلب، والبلاد فيزل، الاوعيه الدمويه. الاوعيه الدمويه اللي هي الارتريز، الشرايين، والفينز، الاورده، والكابيلاري اللي هي الاوعيه الدمويه الدقيقه. عايزين نعرف ايه هي الفانكشن اوف كارديوفاسكولار سيستم. اول حاجه الجهاز الدوري بيعمل ايه؟ بيعمل ديستريبيوشن اوف اوكسجين والنيوترينز ثرو ذا بلاد تو ذا بودي. بيعمل بيوزع الاكسجين والمواد الغذائيه من خلال الدم لكل الجسم، كل اجزاء الجسم. كمان حاجه بيريتيرن البلاد loaded with carbon dioxide from body to the heart. يبقى بيرجع الدم تاني اللي هو محمل بثاني اكسيد الكربون من الجسم للقلب. بعد كده بيعمل transfusion of blood to the lung to get rid of CO2 carbon dioxide and absorption of oxygen. بعد كده الدورة الدموية بتعمل ايه؟ بتنقل الدم البلاد لللنج للرئة عشان تتخلص get rid of carbon dioxide، عشان تتخلص من ثاني اكسيد الكربون وتعمل absorption للأكسجين، والبلاد يتحمل بالايه؟ بالأكسجين. يبقى انا عندي الدورة الدموية الكارديوفاسكولار سيستم اهميتها ايه؟ distribution of oxygen nutrients through the blood to the body، بتوزع الأكسجين والمواد الغذائية من خلال الدم للجسم كله. Return the blood loaded with carbon dioxide from the body to the heart. بترجع تاني الدم من القلب اللي هو من القلب، يكون الدم محمل بثاني اكسيد الكربون. بعد كده بتودي الدم دوت لللنج عشان تتخلص من ثاني اكسيد الكربون وتعمل absorption، تمتص الاكسجين. اول حاجه هنتكلم عنها هي الهارت اللي هو القلب. عندنا الهارت ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن هولو ماسكولار اورجان. يعني ايه هولو ماسكولار اورجان؟ يعني عبارة عن عضو عضلي اجوف، هولو خلاص، عضو عضلي اجوف. وظيفته انه بيعمل بامب، بيضخ الدم عشان تو مينتين البلاد سيركوليشن، بيضخ الدم عشان تستمر الدورة الدموية. يبقى انا عندي الهارت ده عبارة عن هولو ماسكولار اورجان. يعني ايه هولو ماسكولار اورجان؟ يعني عضو عضلي اجوف من جوه فارغ، بيعمل بامب للبلاد تو مينتين السيركيوليشن. طيب الهارت موجود فين؟ البوزيشن بتاعه موجود فين؟ الهارت موجود في ثراسيك كيج، في القفص الصدري، موجود بيهايند الاسترنم، عظمة القص بيكون قدامه، بيكون موجود بيهايند الاسترنم، وموجود بتوين ما بين التو لانج رايت وليفت لانج، ومن تحته موجود الدافرام، الحجاب الحاجز. يبقى انا عندي الهارت موجود في الثراسيك كيج، من قدام عندي الاسترنم، ومن ناحيتين تو سايد عندي التو لانج، ومن تحت عندي الدافرام، الحجاب الحاجز. الشيب بتاع الهارت شكله عامل ازاي؟ شكله كونيكال ان شيب. كونيكال معناها مخروطي الشكل، عامل شكل مخروطي او اللي هو شبه القمع. يبقى ليه بيز يعني قاعده دايركت بوستيريولي لورا للباك، وليه ايبكس القمه بتاعته موجوده انتيريولي لقدام. تمام، يبقى انا عندي الهارت شكله كونيكال ان شيب، مخروط الشكل، ليه بيز، ليه قاعده، وليه ايبكس. عندنا shape of the heart، شكل القلب احنا قلنا شبه مخروط الشكل او conical in shape. ليه base وليه apex. البيز ادي اهوت مخروط الشكل، ليه base وليه apex. البيز directed posteriorly للباك، والابيكس directed anteriorly to the left side، وناحية اللفت. عندنا الهارت بقى ليه اتنين سيرفيس، ليه استرنو كوستال سيرفيس. يعني ايه استرنو كوستال سيرفيس؟ يعني السيرفيس السطح اللي هو مقابل للاسترنم
والريبس اسمه استرنو كوستال سيرفيس، ده اللي هو الانتيرو سيرفيس، وليه كمان انفيرو سيرفيس السطح اللي تحت اللي هو بيبقى نايم على الدايفرام، وبالتالي اسمه دايفراجماتيك سيرفيس. يبقى انا عندي الهارت ليه بيز وليه ايبكس، ليه انتيرو سيرفيس اسمه استرنو كوستال سيرفيس اللي هو بيبقى مقابل الاسترنم والريبس اللي هو ده استرنو كوستال سيرفيس، وسيرفيس تاني انفيرو اللي تحت بيبقى نايم على الدايفرام اسمه دايفراجماتيك سيرفيس. وكمان الهارت ليه اربعة بوردر، اربع حواف، في عندنا الابر بوردر اللي فوق دي تتكون من رايت وليفت اتريوم، وعندي الانفيريو بوردر اللي تحت، وعندي الليفت بوردر، الليفت بوردر بتتكون من الليفت فنتركل، وعندي الرايت بوردر بتتكون من الرايت اتريوم والرايت فنتركل. يبقى انا عندي الهارت كونيكال ان شيب ليه بيز وليه ايبكس. البيز بتاعه الهارت اللي نايم اللي هي دايركتد للباك، تمام، تتكون من التو اتريوم، تتكون من الرايت اتريوم والليفت اتريوم، بس مين لي الليفت اتريوم لان هو معظم الليفت اتريوم ده دايركتد بوستيريور اللي ورا للخلف. والايبكس عندنا موجوده انتيريولي وتو ذا ليفت ناحيه الليفت سايد، موجوده في الفيفث انتركوستال سبيس. ومينلي بتتكون من الليفت فنتريكل، الايبكس مينلي بتتكون من الليفت فنتريكل، والبيز بتتكون من الرايت اتريوم والليفت اتريوم، بس مينلي الليفت اتريوم لان معظم الليفت اتريوم ده مش باين من قدام لان هو موجود بستيرلي بيكون معظم البيز. بعد كده عندنا chambers of the heart، عندنا ايه هي الغرف او الحجرات الموجودة في الهارت. عندنا الهارت عبارة عن الفور chambers، في عندنا اتنين اتريوم اللي هو الاذين، الاثنين اذين تمام، واثنين فنتركل اللي هو البطين. في عندنا رايت اتريوم الاذين الايمن، وليفت اتريوم الاذين الايسر، ورايت فنتركل البطين الايمن، وليفت فنتركل البطين الايسر. عندنا الرايت اتريوم بيعمل ايه؟ الرايت اتريوم اللي هو بيستقبل، بيعمل بيريسيف الفينوس بلاد، بيستقبل الدم الوريدي اللي جاي له من السوبيرو فينا كافا، الوريد الاجوف العلوي اللي بيجيب له الدم من نص الجسم اللي فوق، والانفيرو فينا كافا الوريد الاجوف السفلي اللي بيجيب له الدم من نص الجسم اللي تحت. يبقى انا عندي الرايت اتريوم ده بيريسيف الفينوس بلاد من البطن من خلال السوبيرو فينا كافا الوريد الاجوف العلوي، والانفيرو فينا كافا الوريد الاجوف السفلي. بعد كده الرايت اتريوم بيعمل ايه؟ بيضخ الدم للرايت فنتركل من خلال صمام فالف اسمه ترايكاسبيد فالف اللي هو الصمام الثلاثي، من خلال الترايكاسبيد فالف. طيب ده اول حاجه الرايت اتريوم. بعد كده الرايت فنتركل، الرايت فنتركل بيعمل ايه؟ الرايت فنتركل بيريسيف البلاد، بيستقبل الدم من الرايت اتريوم، خلاص. وبعد كده الرايت فنتركل بيضخ الدم للبلمونري ترانك، وبعد كده الدم يروح من البلمونري ترانك للبلمونري ارتري اللي هو الشريان الرئوي، علشان يوديه لللنج، عشان يودي الدم لللنج ويحصل بقى تبادل الغذاء. يبقى انا عندي الرايت فنتركل بيعمل ايه؟ بيريسيف البلاد من الرايت اتريوم، بيجيله الدم من الرايت اتريوم، بعد كده بيضخ الدم لللنج للرئه عن طريق البلمونري ترانك والبلمونري ارتري اللي هو الشريان الرئوي. بعد كده عندنا الليفت اتريوم، الليفت اتريوم ده بيعمل ايه؟ الاذين الايسر، الليفت اتريوم بيعمل بيستقبل الدم، بيرسيف البلاط اللي جاي من الرئه اللي جاي من اللنج عن طريق بلمونري فين اللي هو الوريد الرئوي، هم عددهم أربعة بالمونري فين جايين من الرئة، خلاص، بيفتحوا هنا في الرايت اتريوم، بيصبوا الدم اللي جاي من اللنج اللي هو محمل بالأكسجين، يودوه للإيه؟ لليفت اتريوم. بعد كده الليفت اتريوم بيضخ الدم للليفت فنتركل عن طريق الميترال فالف اللي هو الصمام الميترال. بعد كده عندنا آخر حاجة اللي هو الليفت فنتركل،
والليفت فنتريكل ده وظيفته ان هو بيريسيف بيستقبل الدم من الليفت اتريوم، طبعا الدم اللي هو شايل اكسجين. بعد كده الليفت فنتريكل بيبمب البلاد، بيضخ الدم للاورطة اللي هو الشريان الاورطي، وبعد كده الاورطة بيوزع الدم على الجسم كله. يبقى احنا عندنا الشيمبرز اوف ذا هارت او الانترنال ستراكشر، تكوين الداخلي للقلب عبارة عن رايت اتريوم وليفت اتريوم، رايت فنتريكل ليفت فنتريكل، وعرفنا كل واحد كل تشيمبر من دول وبيعمل ايه. بعد كده عندنا البريكارديوم، والبريكارديوم دوت الغلاف خارجي بيغلف القلب، بيحوط القلب والبيج فيزل. البريكارديوم ده عبارة عن فايبروسيروس ساك، عبارة عن ساك كيس بيسراون بيحوط القلب والايه والبيج فيزل والاوعية الدموية الكبيرة اللي ماسكة في الهارت. والبريكارديوم عبارة عن في عندنا نوعين، في عندنا الفايبرس بريكارديوم، والفايبرس بريكارديوم دي الطبقة الخارجية من البريكارديوم، وبتكون عبارة عن فايبرس تيشو وبيكون سترونج وسك. الفايبرس بريكارديوم بتاع الهارت بيبقى شكله كونيكال ان شيب، مخروط الشكل. الايبكس بتاعت الفايبرس بريكارديوم بتكون لفوق وبتكون سراوند، بتحوط البيج فيزل اللي هو البالمونري ترام والاسندنج اورتا والسوبيرو فينيكال. والبيز القاعدة بتاع الفايبرز بريكارديوم بتكون لتحت داون وورد، وبتبقى فيوزد مع الدايفرام، يعني ملتحمة مع الدايفرام، وبتعمل سبورت للهارت والبيج فيزل. دي الفايبرز بريكارديوم. الطبقة الداخلية من البريكارديوم اسمها السيروس بريكارديوم، اسمها السيروس بريكارديوم. والسيروس بريكارديوم عبارة عن طبقتين، طبقة يبقى السيروس بريكارديوم عبارة عن طبقتين، طبقة اسمها برايتال لير، وطبقة اسمها الفيسرال لير. والبرايتال لير بتاعة البريكارديوم دي بتغلف الانر سيرفيس بتاع الفايبرس بريكارديوم، والفيسرال لير بتاع السيروس بريكارديوم دي بتغلف بتحوط الهارت وول، الجدار القلب نفسه يبقى لازقة على الهارت. يبقى الفيسرال بريكارديوم يبقى لازق على القلب على طول، تمام، انما البرايتال لير بتبقى لاين بتغلف الانر اسبيكت بتاع الفايبرس بريكارديوم. وفي بيبقى فيه سبيس او كافيتي اسمه بريكارديال كافيتي ما بين البرايتال والفيسرال لير بتاع السيروس بريكارديوم، والكافيتي دي اسمها بريكارديال كافيتي. بيكون فيها سن فيلم من الفلويد، نسبة ضئيلة جدا من الفلويد، عشان بتسهل حركة الهارت، انقباض وانبساط الهارت جوه الفايبرس بريكارديوم. يبقى احنا عندي البريكارديوم ده غشاء بيغلف القلب نفسه والبيج فيزل، بيسراوند الهارت والبيج فيزل. في عندنا نوعين من البريكارديوم، في فايبرس بريكارديوم وده الغلاف الخارجي او الكيس الخارجي اللي هو بيحوط القلب والبيج فيزل بشكل كونيكال ان شيب، الايبكس بتاعته من فوق بتحوط البيج فيزل، والبيز بتاعته من تحت وعامله فيوجن مع الدايفرام، ملتحمه مع الدايفرام من تحت عشان تثبت الهارت. تاني طبقه هي السيروس بريكارديوم، والسيروس بريكارديوم عباره عن طبقتين، برايتال لير والفيسرال لير. برايتال لير مغلفه الانر اسبكت بتاع الفايبرز بريكارديوم، والفيسرال لير مغلفه الهارت وول نفسه. وفي ما بينهم كافيتي اسمها بريكارديال كافيتي، البريكارديال كافيتي موجود فيها سن فيلم من الفلويد عشان تسمح بسهوله انقباض وانبساط الهارت جوه الفايبرس بريكارديوم. عندنا البلاد سيركيوليشن اللي هي الدوره الدمويه. عندنا البلاد سيركيوليشن عندنا ثلاث انواع، في بالمونري سيركيوليشن، وفي جنرال او سيستميك سيركيوليشن، وفي البورتال سيركيوليشن. البالمونري سيركيوليشن اللي هي الدوره الدمويه الصغرى او بيسموها الدوره الدمويه الرئويه. البالمونري سيركيوليشن بيوريفايز ذا بلاد ان ذا لونج اند ذن باك تو ذا هارت. البالمونري سيركيوليشن بتنقي الدم في اللنج، وبعد كده بيرتيرن البلاد تاني للايه للهارت.
بعد ما يكون تخلص من ثاني اكسيد الكربون ويتحمل وعمل ابزوربشن الاكسجين. دي البلمونري سيركيوليشن. الجنرال سيركيوليشن او السيستميك سيركيوليشن ان ويتش بيحصل فيها ديستريبيوشن للاكسجينيت بلاد، بيتم فيها توزيع للاكسجينيت بلاد للبلاد المحمل بالاكسجين ل different parts of the body لكل اجزاء الجسم. then return وبعد كده يحصل return non oxygenated blood to the heart و non oxygenated blood بعد كده يرجع تاني للهارت. ديت الجنرال او systemic circulation اللي اسمها الدورة الدموية الكبرى او اللي هي systemic circulation. تالت حاجة البورتال circulation اللي هي الدورة البابية. بيحصل ايه في البورتال سيركيليشن؟ بيحصل فيها ان الدم البلاد اللي هو كاري النيوترينت اللي هو بمحمل بالمواد الغذائيه والفود من الدايجستيف تراك من القناه الهضميه كله بيتجمع، الدم كله بيتجمع في بورتال فين اللي هو الوريد البابي. بعد كده الدم ده بيخش عن طريق البورتال فين للليفر للكبد، تمام. وبعد كده بيخرج من الكبد يروح عن طريق الهيباتيك بين يخش للانفيرو فينكافا. وبعد كده الانفيرو فينكافا البلاد ده هيرجع عن طريق الانفيرو فينكافا للهارت تاني مره اخرى. يبقى انا عندي البورتر سيركيليشن دي اللي هي الدوره البابيه اللي بيحصل فيها ان البلاد كاري نيوترينت والفود من الدايجستيف تراك من القناه الهضميه، بيروح ليه بيتجمع في الكبد في الليفر، وبعد كده يخرج من الليفر يروح للانفيرو فينكافا، وبعد ما وصل الانفيرو فينكافا طبعا هيروح للايه هيريتيرن للهارت مره تانية، ودي اسمها البورتال سيركيوليشن. بعد كده هنتكلم عن البلاد فيزلز. البلاد فيزلز اللي هي الاوعيه الدمويه. عندنا البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه ده عباره عن تيوبس انابيب بتعمل ترانسفير بتنقل البلاد من الهارت للبادي اورجنز اعضاء الجسم او العكس، او بتنقل البلاد من البادي اورجنز للهارت مره تانية. والبلاد فيزل في عندنا منها في ارتري اللي هي الشرايين الارتري الشريان والفين اللي هو الوريد، او في الكابيلاري كمان. الكابيلاري دي اللي هي الشعيرات الدمويه الدقيقه اللي بيحصل الشعيرات الكابيلاري دي شعيرات دمويه اللي بيحصل فيها ان التبادل الاكسجين وثاني اكسيد الكربون والنيوترنت والويست برودكت من البلد اللي جواها للتيشو اللي موجود فيه الكابيلاري دي او اوعيه دمويه دقيقه. هنتكلم هنا عن الارتري وعن الفين الشريان والوريد. عندنا الارتري وظيفته ان هو بيكاري البلد بيشيل بيكاري البلد فروم ذا هارت تو اول اورجانز اوف ذا بودي. يبقى بيكاري البلاد من القلب للجسم. انما الفين العكس، الفين ده اللي بيكاري البلاد from all organs of the body من الجسم للهارت، ده اللي بيرجع الدم تاني من الجسم للهارت. عندنا الارتري بيبتدي طبعا في بيخرج من الهارت وبعد كده بيحصل له برانشنج، بيحصل له تفرعات لحد ما يبقى صغير جدا، تمام، في قلب التيشو بينتهي بكابيلاري في قلب التيشو. فبالتالي الارتري بيسموه تري لايك. يعني ايه تري لايك؟ يعني شبه الشجره، لان بيبتدي كبير وبعد كده بينتهي بتفرعات برانشز. انما الفين العكس، الفين بيبتدي بتريبيوتري بروافد صغيره وبعد كده كل شويه بيكبر وبيكون فين كبير، فبيسموه ريفر لايك، يعني شبه النهر. عندنا الارتري الوول بتاعته بتبقى سك، بيبقى سميك زي الصورة دي. الارتري بيبقى الوول بتاعه سك وبيكون اليومن التجويف الداخلي بتاع الشريان بيكون ضيق ناروت او سمور. العكس في الفين، الفين بيكون الوول بتاعته بتبقى سن رقيقة وبيكون اليومن بتاعه بيكون لارج او وايد، بيكون واسع عن الارتري. كمان حاجة ان الارتري الشريان كل الارتريز كاري اكسجينيت بلاد، كل الشرايين بتخرج من القلب وفيها محمله باكسجينيت بلاد.
ما عدا مين؟ اكسبت مين؟ اكسبت البلمونري ارتري، هو اسمه ارتري، بلمونري ارتري دوت بيخرج من الليفت فينتريكل وبيكون فيه نون اوكسجينيت بلاد، بيروح على البلمونري ارتري عشان يوصل لللانج عشان يبتدي يحصل له بقى ايه اكسجينيشن في اللانج. فكل الارتري عندنا كاري اكسجينيت بلاد اكسبت البلمونري ارتري هو الوحيد اللي فيه نون اكسجينيت بلاد. نفس الكلام في الفينز، كل الفينز اللي بترجع الدم للهارت تاني كل الفين تبقى كاري نون اكسجينيت بلاد، بيبقى البلاد اللي فيها مش غير محمل بالاكسجين، بيبقى محمل بثاني اكسيد الكربون. كل الفينز نون اكسجين بلاد ما عدا مين؟ ما عدا البلمونري في، والبلمونري فينز ديت الفينز اللي بتخرج من اللنج طبعا البلاد اللي فيها بيبقى اكسجينيتد، خارج من اللنج على طول اكسجينيتد وبيروح للقلب تاني. تمام، بلمونري فين هم عددهم 4 بلمونري فين، عشان يبتدي البلاد يبتدي الهارت يوزع الدم اللي هو اكسجينيتد للجسم. يبقى انا عندي الفرق ما بين الارتري والفين، الفرق ما بين الارتري والفين، عندنا الارتري كاري البلاد فروم ذا هارت تو ذا بودي، انما الفين لا، ده الفين العكس، كاري البلاد فروم ذا بودي اورجان لمين؟ للهارت. كمان حاجه عندنا الارتري بيسموه تري رايك لان الارتري بيبتدي كبير وبعد كده يحصل له برانش، انما الفين لا، ده الفين بيبتدي بتريبيتري بروافد كده في الاول في التيشو وبعد كده يكبر يكبر لحد ما يكون فين، بيسموه ريفر لايك. كمان حاجه عندنا الارتري بيبقى الول بتاعته سك والنارو ليومي، انما الفين بيكون الول بتاعته سن ووايد ليومي. كمان حاجه ان الارتري كل الارتري كاري اكسجينيت بلاد اكسبت البلمونري ارتري، وكل الفين كاري نون اكسجينيت بلاد اكسبت البلمونري فين. بعد كده عايزين نعرف اسامي اللارج ارتري اللي موجوده في جسمنا، هنعرف اساميها. في عندنا البلمونري ارتري، البلمونري ارتري ده الشريان الرئوي. تمام، ده البلمونري ارتري، ده الشريان الرئوي. تمام، اللي بيتقسم ليه بالمونري ترانك، بيتقسم ليه اتنين بالمونري ارتري بيخش كل ايه كل لنج بالمونري ارتري. في عندنا بعد كده الاورطة، الاورطة طبعا ده اكبر ايه شريان موجود في جسمنا، والاورطة ده عبارة عن كذا جزء. في عندنا الاسندنج اورطة، يعني هو طالع من القلب اسمه اسندنج اورطة، وبعد كده بيعمل ارش، بيعمل كيرف كده اسمه الارش اوف الاورطة، بعد كده بايه بينزل بقى تاني، بينزل في الثوركس وفي الابدومين، في الشيست في الصدر وفي الابدون، بيبقى اسمه descending aorta. يبقى انا عندي اللارج ارتري موجوده في جسمنا، عندنا مين؟ في عندنا بالمونري ترانك وبالمونري ارتري، في عندنا الاسندنج اورتا والارش اوف اورتا والديسندنج اورتا. عندنا الارش بتاع الاورتا ليه 3 برانشات مهمين عايزين نعرف اساميهم، في عندنا البريكوسيفاليك ارتري، وفي عندنا الليفت كومان كاروتيد ارتري، والليفت سبكليبين. دي اسامي البيج فيزل المفروض نكون عارفين اساميها في عندنا في الكارديوفاسكولار سيستم. بعد كده عندنا اللارج فينز اللي موجوده في جسمنا عايزين نعرف اساميها، في عندنا السوبيرو فيناكافا اللي هو الوريد الاجوف العلوي، ده اللي ده بيريتيرن الفينوس بلاد من نص الجسم الفوقاني، والانفيرو فيناكافا ده الوريد الاجوف السفلي، وده اللي بيريتيرن الفينوس بلاد من نص الجسم التحتاني انفيرو فيناكافا. في بعد كده فين كمان مهم قوي برضو، ده اللي اسمه كورونري ساينس، وده يعتبر ده الفين بتاع عضله القلب نفسه، يعني عضله القلب نفسها ديت بتتغذى بارتري اسمه كورونري ارتري، والفينوس بلاد اللي بيخرج من عضله القلب بيمشي في حاجه اسمها كورونري ساينس، والكورونري ساينس دوت الفينوس بلاد اللي فيه بيرجع يصب برضو في الليفت اتريوم زيه زي السوبيرو فيناكافا والانفيرو فيناكافا. يبقى احنا عندنا 3 بيج فين، عندنا السوبيرو فيناكافا والانفيرو فيناكافا والكورونري ساينس.